السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي ديال مونا فلوغ. جيت اليوم نوجد معكم واحد البغوني كيجي غزال البنات وجد سهل في المقادير ديالو كيف ما العادة. نبداو المقادير ولا لي زانغريديون. هنا عندي 150 غرام ديال الزبدة مع 200 غرام ديال الشوكولاتة كحل. جي 150 غرام دو بور افيك 200 غرام دو شوكولا نوار. عندي 130 غرام ديال الطحين، جي 130 غرام دو فارين. عندي 150 غرام ديال السكر ولا 150 غرام دو سكر سموول. جي 7 غرام دو كاكاو اون بودر، ان بو دو سيل، ان ساشي دو سكر فانيي اي بي ان ساشي دو لوفور شيميك افيك 3 او اي ان بو داموند. هنا عندي 7 غرام ديال الكاوبيل ولا الشوكولا اون بودر، شويه ديال الملحه، واحد ساشي ديال سكر فانيلا، واحد الخماره ديال الحلوه مع ثلاثه ديال البيضات وشويه ديال اللوز اللي غادي نهرمشو. هنا انا ذوبت الشكلاط مع الزبده في الميكرووند، غادي نزيد عليهم السكر فانيلي مع السكر. خاص الشكلاط مع الزبده ملي تذوبوهم ما يكونوش سخونين، خصهم يكونوا دافين باش تزيدوا عليهم السكر والبيض. صافي دابا غادي نزيد عليهم البيض. انا هنا عندي البيض صغير، نتوما الى عندكم جوج كبار بركه. غادي نزيد داك الكاكاو اون بودر ولا كاوبيل. نتوما الى عندكم الشكلاط كحل اكثر من 50% بلا ما تزيدوا هاد كاوبيل. انا كان عندي الشكلاط ما فايتش 50% على داك الشيء، زدت له هاد 7 غرام ديال الكاكاو. ما غادي نزيد الطحين. مع شويه ديال الملحه وغادي نخلط. دابا غادي نزيد الخميره ولا ساشي ديال الفيرشينيك. هانا هكا هكا. ودابا غادي نزيد اللوز، نتوما تقدروا ديروا الكركاع ولا ما ديروا والو كيما بغيتو. صافي دابا جبت واحد لومو اللي غادي ندخلو الفران، دهنتو بشويه ديال الزبده في الجناب ودرت الورق ديال الطبق
دابا غادي صافي كنزوق من الفوق شويه ديال اللوز وغادي ندخلو يطيب. صافي البغونيا واطاب، خرجتو من الفران. غادي نقطعو ونوريكم الشكل النهائي. كيجي بنين البنات، نتمنى تجربوا هاد لاغوسيت، غادي تعجبكم ان شاء الله. لي بغوني على فان هكا كيجيو، انا قدمتهم مع لا كريم انغليز. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، نيزيتي با فوز ابوني ا ما شين و بيا ميديم باش نعطيكم الجديد، وغادي نقول لكم الصحه والراحه.